ربنا واضع فرصة أمام كل إنسان إنه يغلب. الإنسان الروحي هو الإنسان الذي يغلب في حياته الروحية. زي يعقوب أب الآباء اللي قيل عنه إنه جاهد مع الله والناس وغلب. جاهد مع الله والناس وغلب. اغلب أيضا في حياتك الروحية علشان تاخد الأكاليل، تتمتع بالأكاليل فوق في السماء. الغالبون هم اللي هيجوا مع المسيح على السحاب، لأن قيل في مجيئه الثاني إنه سيأتي في ربوات قديسيه مع الملائكة. الغالبون هم الذين يعيشون في أورشليم السمائية. الغالبون هم الذين يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور. بيقول لك اللي يغلب يأكل من المن المخفي، يأكل من شجرة الحياة. اللي يغلب يلبس ثيابا بيضاء. بيقول اللي يغلب أجعله عمودا في هيكل الله. بيقول اللي يغلب يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. هذا اللي يغلب. صدقوني السيد المسيح في عبارة من يغلب أعطى فرصة لكل إنسان إنه يغلب. إزاي؟ ده قال كلمة من يغلب حتى لملاك كنيسة سردس اللي قال له لك اسم إنك حي وأنت ميت. برضو قال من يغلب، يعني ده برضو عنده فرصة إنه يغلب. وقال من يغلب حتى لملاك لوديكيا اللي قال له أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لن تحر ولا برد. وقال من يغلب حتى لملاك أفسس اللي قال له عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. ربنا واضع فرصة أمام كل إنسان إنه يغلب، وطرق كثيرة جدا، بس المهم إنك تمشي في السكة علشان توصل. أول حاجة أقولها لك إنك تغلب نفسك. عارفين الخاطي هو إيه؟ الخاطي هو إنسان مغلوب من نفسه. إنسان إيه؟ مغلوب من نفسه. ما تقوليش حروب من بره كتير وتجارب كتير ومشاكل كتير. لو الإنسان قوي من جوه ينتصر على كل اللي بره. لو قوي من جوه ينتصر على كل اللي بره. على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم قال إيه؟ قال لا يستطيع أحد أن يؤذي إنساناً ما يؤذي هذا الإنسان نفسه. أنت اللي بتضر نفسك. تقول لي فلان قال لي كلمة جديدة ما احتملتهاش ورديت عليه، يبقى عشانك أنت ما بتحتمل شيء وقعت. لكن لو بتحتمل ولا يجرح حاجة. تقول لي فلان مخلي لي ليل ونهار دمعتي في عيني، اقول لانك انت حساس ازيد من اللازم، دمعتك في عينك. ممكن انك انت ولا كانك هنا. ايه يعني جرى لك ايه؟ ديوقلديانوس ولا نيرون ولا اريانوس ولا انصنه؟ ايه يعني عملوا لك ايه؟ خليك شديد من جوه. الحروب تجي لك من بره تشوف هل في تجاوب عندك من جوه ولا لا. الشيطان يجيب لك الفكرة يشوفك تقبلها ولا لا. ممكن ما تقبلهاش. ممكن ايه؟ ما تقبلهاش.